أتينا لدار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم فطوبى لكم أنتم أهلها بهذا المقام وهذا النعيم بهذا المقام وهذا النعيم أتينا لدار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم فطوبى لكم أنتم أهلها بهذا المقام وهذا النعيم بهذا المقام وهذا النعيم بأرض المدينة صحب كرام تفانوا وضحوا لكي لا نهيم وما بين منباره سيدي ومسكنه روضة من نعيم ومسكنه روضة من نعيم فيا أهل طيبة تكونوا بها على نهج أسلافنا المستقيم وعظم أخي دائما شأنها ففي أرضها خير جسم يقيم.